بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين قناة اشتغل اونلاين، احنا النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد عن ازاي تشتغل من البيت في مجال الترجمة. طبعا الفيديو ده مهم جدا لناس كتير. احنا طبعا الايام دي بنحاول نعمل فيديوهات ومواضيع عن ازاي تشتغل من البيت، بحيث ان احنا نقدر نساعد اكبر عدد من الناس ان هم يلاقوا وسيلة رزق او مصدر دخل جديد، طبعا في ظل الازمة اللي العالم كله بيمر بيها، ازمة فيروس كورونا. في ناس كتير بقت قاعدة في البيت، ما عندهاش وظيفة، ما عندهاش مدخل رزق. الناس كلها ابتدت تدور على اي شغلانة تانية. بس انا عايز افهم الناس نقطتين. اول حاجة ان احنا خلاص العالم ابتدى يتحول الكتروني في ظل التكنولوجيا والتقدم العلمي اللي احنا وصلنا له في اخر 20 سنة. تاني حاجة، بعد انتهاء ازمة كورونا ان شاء الله، وربنا يسترها علينا كلنا، وان شاء الله ما نشوفش اي سوء في اي حد من احبابنا او قرايبنا او اهلنا، ان شاء الله نمر من الازمة بسلام. بعدها هيحصل تغييرات كتير في العالم، فاحنا لازم نكون مستعدين، ولازم نكون عندنا البيزنس بتاعنا اونلاين او الشغل بتاعنا اونلاين. واحنا طبعا بنحاول نقصل لكم المسافات في قناة اشتغل اونلاين، ونخليكم توصلوا للي انتوا عايزينه بسهولة وبدون خبرة. الموضوع بتاع الترجمة اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة بيخص ناس كتير او شريحة كبيرة من الناس اللي هي كانت شغالة في مجال السياحة، الناس اللي هي عايشة بره مصر او بره الوطن العربي، بتتكلم لغات تانية غير العربي، او يقدر يستخدم العربي كمصدر رزق بالنسبة له. طبعا الناس اللي هي متعلمة او تقريبا في اخر 20 سنة، في ناس كتير خريجة جامعات، في ناس كتير ابتدت تتكلم لغات. طبعا الانترنت قرب المسافات، ففي ناس ليهم اصدقاء حول العالم بيقدروا يتكلموا انجليزي، ايطالي، روسي، عربي، الماني، اي لغة. بيقدر النهاردة معانا ان هو يحقق دخل ثابت، ومش ثابت بس، ده متصاعد. طبعا هنفهمك ازاي تخلي الدخل بتاعك متصاعد، هنعرف ازاي ان احنا نشتغل على الترجمة او نشتغل في مجال الترجمة اونلاين. هنعرف كل حاجة مع بعض وازاي نحقق ارباح اكتر. بس خليكم معانا وكملوا الفيديو لاخره، لان في اسرار في اخر الفيديو هتعجبكم اوي اوي اوي. واحنا اللي احنا بنحتاجه منكم بس ان انتوا بتشيروا او بتعملوا سبسكرايب للقناة، او بتنصح اصدقائك ان هم يبتدوا يغيروا حياتهم ويشتغلوا اونلاين. احنا مش طالبين اكتر من كده، ما بناخدش فلوس من حد على اي حاجة. احنا لو انت محتاج تشتغل اونلاين، او انت عندك اي ظروف سيئة وحابب تغير حياتك، ممكن تكتب لنا. احنا عندنا لينك اسفل الفيديو، بتقدر تراسل معانا، تبعت لنا البيانات بتاعتك وايه اللي انت عايز تبتدي تشتغل فيه، واحنا بنحط لك البلان بتاعتك، وتبتدي تسطب شغلك وتبتدي تشتغل اونلاين من غير اي مشاكل، كله لوجه الله عشان نساعد الناس مش اكتر. اتمنى ان انتوا تستفادوا من الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ونتوكل على الله ان شاء الله نبدأ الفيديو بتاعنا. قبل اي حاجة لازم طبعا نبقى عارفين يعني ايه نشتغل اونلاين. يعني احنا هنشتغل اونلاين، طب احنا هناخد فلوسنا ازاي؟ طب احنا ازاي نقدر نوصل للعملاء بحيث ان احنا ننفذ الشغل بتاعنا؟ طب احنا هناخد كام؟ طب العمولة كام؟ طب ايه الاوراق المطلوبة ان احنا نسجل في المواقع، او نسجل في الشركات اللي هي هتقدر توفر لنا عملاء نقدر نترجم لهم، او نقدر نعمل لهم الخدمة اللي هم بيدوروا عليها. كل ده طبعا احنا هنعرفه في الفيديو ده مع بعض، بس خطوة خطوة. طبعا كلنا عارفين ان الفريلانس او العمل الحر عن طريق الانترنت ما بيبقاش مقيدك باي مواعيد عمل او حضور وانصراف او مديرين بيعملوا تشارج عليك او اي حاجة من الحاجات اللي هي في الوظائف اللي هي موجودة حاليا في كل الشركات والبنوك وكل الكلام ده. احنا لما بنغير حياتنا ونشتغل اونلاين ما بنبقاش مربوطين باي حد.
يعني احنا ممكن ناخد الكمبيوتر بتاعنا نشتغل من الكافيه او نشتغل من البيت او نشتغل من الشركة او نشتغل من اي مكان، ما بيبقاش عندك دوام كامل انت تحضر وتكمل اليوم بتاع الشغل، ولو اتأخرت يتخصم لك والكلام ده. فده هو العمل الحر او الفريلانس في الشغل اونلاين. ازاي احنا هنحصل على الارباح؟ طبعا احنا قبل كده في فيديوهات سابقة شرحنا ازاي تسجل في محفظة باي بال، او ايه هي محفظة باي بال. شرحنا ازاي تسجل في بنك بايونير، وازاي تفتح حساب امريكي في بنك بايونير، وازاي تحول فلوسك من بنك باي بال الى بنك بايونير بكل سهولة، وازاي تستلم فلوسك على الاكاونت بتاع البنك بتاعك سواء في مصر او في السعودية او في اي حتة في العالم. الموضوع احنا شارحينه قبل كده، وتقدروا تتفرجوا على الفيديوهات السابقة وتقدروا تكملوا المشوار معانا ان شاء الله، احنا معاكم خطوة بخطوة. طبعا احنا عندنا البنوك، عندنا حساب البنك، وعندنا الكارت اللي هنستقبل عليه فلوس. عايزين نعرف ايه الحاجات المهمة اللي لازم نبقى عارفينها عشان نبتدي نشتغل في مجال الترجمة عبر الانترنت. في طبعا حاجات كتير هتشوفها، مواقع كتير بتشتغل في مجال الترجمة او بتشتغل في مجال الفريلانس. طبعا انت لازم تختار اول حاجة من الحاجات المهمة اللي لازم تبقى عارفها، لازم تختار الموقع اللي انت هتشترك فيه يكون سمعته كويسة، تكون الناس قايلة عليه كلام كويس، ان هو بيدفع الفلوس للناس اللي شغالة. طبعا كل الحاجات دي انت احنا بنعملها لك، بنوفر لك النهاردة في اخر الفيديو بتاعنا. هنقول لك ايه اهم 10 مواقع تقدر تسجل عليهم وتشتغل في مجال الفريلانسر او الترجمة. تاني حاجة، لازم قبل ما تسجل في اي موقع، قبل ما تسجل في اي موقع من اللي احنا هنقول لك عليهم او اللي انت هتبقى عايز تسجل فيه، لازم تقرأ الشروط والاحكام عشان ما يحصلش معاك مشاكل مستقبلية يقفلوا لك الاكاونت بسببها، بسبب ان انت ما اشتغلتش على النظام اللي هم عايزينه. لازم جدا، ده ضروري جدا، قبل ما تسجل في اي موقع تقرأ الشروط بتاعته عشان تبقى جاهز للتسجيل. تمام. تالت حاجة، احنا عايزينك تحلم زي ما انت عايز بس على قد امكانياتك. يعني انت عايز تتخصص في الترجمة، انت مستواك في اللغة قد كده تقدر تقدم الخدمة الفلانية. ما تبقاش فاتح الموضوع unlimited، او ان انت تسرح ان انت ممكن تعمل اي خدمة بأي فلوس، وبعدين لما تيجي الخدمة متعرفش تنفذها، فتضطر ان انت يتكنسل الاوردر، او العميل يديك تقييم سيء، فانت بتضطر. عشان كده احنا عايزين تمشي المجال او تشتغل اونلاين خطوة بخطوة، ما تفتحش الموضوع على اخر. تمام. تالت حاجة، طبعا وانت شغال بعد ما بتسجل في الموقع الاولاني بتبتدي تطور من نفسك، بتشوف الناس شغالة ازاي، بتبتدي انت تاخد كورسات مثلا اونلاين، او ان انت تتعلم حاجات جديدة بحيث ان انت تبقى اقوى، فتقدر تحقق اللي انت ما كنتش قادر تحققه في البداية، وتقدر تربح اموال اكتر بسبب ان انت طبعا طورت من نفسك. اهم حاجة ان انت تطور من نفسك ويبقى عندك امل ان انت توصل للمليون، يعني مش ال1000 دولار، لا، انت ممكن توصل لـ1,000,000 دولار في الشهر، بس لازم تطور من نفسك. ما ينفعش ان انت تثبت على حاجة انت يعني لو مغيرتش من حياتك محدش هيغيرها لك. تمام. خامس حاجة، عشان تشتغل على المواقع اللي هي الفريلانس لازم تلتزم بتسليم الاوردر في وقته. يعني لو انت كاتب ان انت بتسلم الاوردر بعد 3 ايام، بعد 5 ايام، بعد 10 ايام، لازم تسلمه في ميعاده بالظبط. ما ينفعش ان انت تتأخر على العميل، لان ده طبعا هيضايقه. واحنا اهم حاجة زي ما قلنا السمعة، عشان الناس اللي تدخل بعد كده تلاقي اللي قبلهم كاتب عنك كومنتات كويسة، او هو اتعامل معاك ولقاك شخص محترم، فيقدر يتعامل معاك. اي حد بعد كده هيخش يلاقي الكومنتات يقدر يتعامل معاك بكل سهولة وامان، ويبقى
راضي عن الشغل معاك، تمام. سادس حاجة، لازم تاخد من العميل الخمس نجوم في التقييم، لازم. لو في نجمة ناقصة هتقلل من الريت بتاعك، فبالتالي لو انا عميل وداخل عايز الخدمة بتاعتك وبقارن بينك وبين حد تاني ولقيته هو 5 نجوم التقييم بتاعه وانت التقييم بتاعك 4 نجوم، هختاره هو طبعا، لان طبعا انا بحط فلوس وعايز خدمة كويسة، فانا شايف ان الناس اللي قبلي قالوا كذا كذا، ان الراجل ده كويس او الراجل ده مش كويس، فانا بختار على اساس التقييمات السابقة من الناس اللي جربت الشخص ده قبلي. فانتم لازم تركزوا في النقط اللي احنا بنقولها دي عشان ما تخسروش فيما بعد، عشان تكملوا. احنا بنقول لكم على كل حاجة، كل الاسرار من قبل ما تبتدي تشتغل، عشان تشتغل على اسس، ما تشتغلش عشوائي وتبتدي تخسر اللي انت بتبنيه. احنا عايزين ان شاء الله نغير مع بعض كل المفاهيم وكل الشغل السابق اللي انت كنت بتعمله في حياتك، تمام. ركزوا معايا عشان النقط دي مهمة جدا جدا. لو انت سجلت في الموقع والحمد لله قبلوك، والحمد لله انت عملت البورتفوليو بتاعك كويس وجالك اوردر، العميل اللي بيجيلك يطلب منك الخدمة، قبل ما توافق على الخدمة ان انت هتعملها له، بتروح على البروفايل بتاع العميل ده وتشوفه الناس قايلة ايه عنه. الناس كاتبين ان هو حد، شخص كويس، حد محترم، ما بيزهقهمش، حاجات كتير لازم تاخد بالك منها، لان اغلبية العملاء بيتحكموا فيك بسبب ان هو عارف ان انت عايز ال5 نجوم، الريفيو بتاع ال5 نجوم او التقييم بتاعه، فهو واخد على كده. في عملاء بيبقوا نصابين، بيبقى هما شغلتهم ان هما يدخلوا ياخدوا الاوردر منك وخلاص، مش عايز يدفع فلوس عشان يديك ال5 نجوم. فانت لازم قبل ما توافق على الاوردر او على الخدمة اللي انت هتقدمها له، لازم تشوف البورتفوليو او البروفايل بتاع العميل ده كويس تكمل معاه، مش كويس ما تقبلش الاوردر، عشان ما يعني تقلل او تبعد عن المشاكل من الاخر، لان انت محتاج كل نجمة عشان تقدر تحقق احلامك وتربح من النت كويس. سابع حاجة، لو انت العميل، او مش يعني مش العميل ده، هو اي موقع بتسجل عليه بيبقى عنده ناس موظفين مسؤولين عن الحاجة دي، ان هو بيكتب لك عادي كأنه زبون عادي ومحترم جدا وبيتكلم معاك، بس معلش يعني هو السعر بتاع الموقع هنا غالي، طب ما ينفعش تديني ايميلك وانا اتعامل معاك دايركت؟ طب انا هحط لك الفلوس في بيبال مثلا، او هحولها لك على البنك بتاعك قبل الخدمة. كل ده ما تصدقهوش، لان ده فخ معمول لك من قبل الموقع اللي انت بتبقى مسجل عليه. هو بيختبرك هل انت عندك ولاء للموقع بتاعهم، هل انت هتكمل معاهم فعلا، هل انت قد المسؤولية ولا لا. وفي عملاء بتبقى عايزة تنصب عليك، فبتحاول ان هي تاخدك بره الموقع. طول ما انت شغال تحت الموقع، تحت الراية بتاعت الموقع، العميل قابلك على الموقع، اتعامل معاك على الموقع، انت في حالة ان العميل هينصب عليك، او في حالة ان العميل مش عايز يدفع، او في حالة ان العميل كنسل الاوردر في نصه، انت بتقدر تلجأ للدعم بتاع الموقع اللي انت مسجل عليه، وهو بيجيب لك الفلوس او بيرجع لك الخدمة تاني او بيساعدك. لكن لو انت بره من غير الموقع، مش محدش هيقدر يساعدك. فانت لازم تسجل وتشتغل تحت الموقع، لازم، ما تحاولش ان انت تاخد العميل بره الموقع خالص. لازم تبعد تماما عن اي عميل عايز يعمل خدمات ترجمه ليها علاقه بالجنس او بالبورنو او الحاجات اللي هي حرام. احنا عندنا حاجات في حياتنا حرام ما ينفعش نعملها، سواء هنعملها اونلاين او هنعملها على ارض الواقع. طيب يا عم، انا دلوقتي ازاي اقدر اقول ان انا جاهز كمترجم على الانترنت، ان انا ابتدي اسجل في المواقع وابتدي اشتغل في المواقع دي ازاي؟ اول حاجة لازم تعملها ان انت ترتب نفسك، تشوف انت امكانياتك ايه، تجيب الهيستوري بتاعتك، انت تخش تقيم نفسك في مواقع تقييم لغات عشان تبقى عارف انت الليفل بتاعك قد ايه، تعد نفسك للشغل الجديد وترتب وقتك. الوقت بتاع الصلاة موجود، الوقت بتاع النوم موجود، الوقت بتاع الأهل موجود، الأسرة بتاعتك، الوقت بتاع الشغل موجود،
ما تسيبهاش صداح مداح، لان انت كل ما بتشتغل فريلانس بيبقى عندك اوردرز كتير، فانت بيبقى عندك شغل كتير، فانت بتتشغل عن كل الناس اللي حواليك دي بما فيهم ربنا. فانت لازم اول حاجة ما تنساش اي حاجة من الحاجات الاساسية في حياتك، اللي هي انت اصلا بتدور على مصدر رزق عشانها، اللي هي اسرتك، عيالك، مراتك، امك، كل دول لازم تخلي بالك منهم قبل ما تبتدي اي حاجة، وتنظم وقتك وتشوف امكانياتك ايه، وتبتدي تخش على الخطوة اللي بعد كده وتعمل بورتفوليو لنفسك، عشان لما تقدم في اي موقع بتحتاج تكتب انت فلان الفلاني، انا عندي خبرة قد كده، انا معايا شهادات من الاماكن الفلانية، انا بتكلم انجليزي، بتكلم ايطالي، بتكلم روسي. بتكتب او بتعمل زي سي في عن نفسك عشان تقدمه في المواقع. طبعا هي بتبقى بيانات انت بتملاها، عشان لما اي عميل يدخل يشوفك لازم يبقى عارف ان انت قد او قد الثقة او قد المسؤولية اللي هو هيديها لك، ان هو يطلب منك الاوردر ده، فانت لازم تنفذه. تمام. لو انت عندك مشكلة في البنوك، احنا شارحين البنوك الالكترونية، وطبعا دي من الاساسيات، لازم تبقى عندك حساب بنك لوكال، بنك في البلد اللي انت فيها، عشان تربطه بالبنوك الالكترونية العالمية اللي انت هتقدر تستقبل فلوسك من عليها، زي باي بال او بايونير او باي سيرا. احنا شارحين كل الكلام ده زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة، تقدر لو انت متفرجتش على الفيديوهات دي تقدر تتفرج عليها وتشوف الشرح وتعمل زيه. عايزين نقول رابع حاجة في التقييم لنفسك، ما تقدمش خدمة انت مش بتعرف تعملها. يعني ما تكتبش ان انا مثلا هترجم روسي وانا بتكلمش روسي، هترجم الماني وانا بتكلمش الماني، او انا بترجم مثلا صوت وانت مش قادر تترجم صوت، لازم تترجم تكست، يعني حد يبعت لك النص وانت تترجمه، او حد يبعت لك الفويس وانت تترجمه، على حسب امكانياتك تحط الجيج او الخدمة اللي انت هتبتدي تشتغل عليها او تقدمها للناس. خامس حاجة من الحاجات اللي هي بتخليك، طبعا يعني انا عايز اقول لكم بطريقة ابسط، لو انت سجلت في ال10 مواقع اللي احنا قلنا عليهم مرة واحدة، ممكن ما تقدرش تلاحق على الشغل، وما تقدرش تلتزم مع الناس، فتخسر الريت بتاعك، التقييم بتاعك، وتبقى انت خسرت كل اللي عملته في ثواني. لكن احنا نصيحتنا ليكم ان انت لما بتسلم، يعني بتبتدي الخطوة الاولى، بتتوكل على الله، تاخد اول موقع تسجل فيه، يجيلك اوردرات، تبتدي تحتك بالعميل، تبتدي تقدم الخدمة، تبتدي تشوف التقييم، تبتدي تقيم العملاء، تفهم الدنيا ماشية ازاي، على الاقل شهر 2 3 لحد ما انت تقول ان انت خلاص بقيت فاهم الشغلانه دي ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي. واحنا تحت امركم في اي سؤال تقدروا تبعتولنا على الميل او على صفحه الفيسبوك بتاعتنا، واحنا بنرد على الناس كلها، وعايزين نخلي الناس كلها تشتغل اونلاين بدون اي قيود. فانت لو في حاجه واقفه قدامك كلمنا وما تترددش، ما تتكسفش. يعني بالاخر انت لما بتاخد السلم خطوة بخطوة بتستفاد خبرة، بتبقى عارف ايه نقط الضعف وايه نقط القوة عندك، بتبتدي تطور من نفسك وتعمل النقط الضعف بتاعتك تحولها لنقط قوة، لان انت طبعا كل ما بتبقى ضعيف في الكلمة الفلانية، بتبقى ضعيف في الحاجة الفلانية، اول ما بتنميها وتطورها طبعا ده بيزيدك قوة، بيديك باور اكتر. الاوردرات ما تقلقش منها خالص، في شغل كتير جدا هيجيلك، بس مش بكتر الشغل. انت في البداية هتبقى عارض الخدمة بسعر قليل عشان تقدر يجيلك اوردرات والناس تكتب ريفيوهات، واللي يخش بعد كده يشتري منك يكون شاف فعلا ان انت حد كويس ومحترم. فانت ما تسجلش في كل المواقع، لان في مواقع هتبقى شايفاك 3 شهور ما بتدخلش شغل، فهيقفلك الايه الاكونت بتاعك. سجل موقع، خد السلم خطوة بخطوة، طور من نفسك، ابتدي حياة جديدة. احنا هنا جايبين لكم اهم 10 مواقع تقدر تشتغل عليهم كترانسليتور اونلاين باللغة اللي انت عايزها، وهم موجودين هنا معانا في الموقع بتاعنا اشتغل دوت اونلاين،
هتلاقي الشرح اللي احنا بنتكلم فيه ده كله موجود. لو عايز اي معلومة ناقصاك بتقدر ترسلنا ما تتأخرش. ده موقع خمسات، يعتبر من اول المواقع اللي احنا بننصح بيها، لان هو موقع عربي بتقدر تتعامل عليه بالعربي. دول كلهم بيترجموا، شغالين، بيبيعوا 10 مرات، 20 مرة، 160 مرة. الناس بتترجم مقاطع اليوتيوب والفيديو، انت بتديله الفيديو بيترجم لك من عربي لانجليزي، $5 لكل 3 دقايق، من انجليزي لعربي $5 لكل دقيقتين. انت بتشوف الناس شغالة ازاي، بيبيعوا ايه، بيترجموا نصوص ولا بيترجموا فيديوهات، وتبتدي تعمل الخدمة بتاعتك على موقع خمسات. التسجيل فيه سهل جدا، مفهوش اي صعوبة، واحنا شرحين قبل كده في فيديو سابق ازاي تسجل في موقع خمسات. تاني موقع معانا موقع فايفر. موقع فايفر عنده الترانسليشن، بتكتب هنا ترانسليشن، في هنا عندنا السيرفيس اوبشن، السيلر ديتيلز، هنا لو عايزين سيلر سبيك هتلاقي 3300 واحد عربي و27 ألف بيتكلموا انجليزي، وكل اللغات، كل اللغات بتقدر تشتغل ترانسليتور. ده بقى اكتر من 1000 مرة، دي بقى 108 مرة. الناس بتبيع زي ما انتوا شايفين، وبيعملوا فلوس من الترجمة اونلاين. تالت موقع يو جوف، ده موقع عالمي، يعتبر من المواقع الرائدة في مجال الفريلانس. ترتيبه العالمي 7000 في امريكا، ده برضو بتقدر تسجل عليه. وموقع فريلانسر، ده برضو موقع عالمي، ناس كتير شغال عليه اونلاين وبتعمل منه فلوس من الترجمة او من حاجات تانية. احنا سايبين لكم ال10 مواقع في الشرح. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الفيديو، اتمنى ان احنا نطور من نفسنا، اتمنى ان انتوا ترسلونا، تكتبوا لنا انتوا عايزين تشتغلوا ايه، انتوا مهتمين بمجال ايه، ايه الموهبة اللي عندك، ايه اللي انت شايفه جواك تقدر تستفاد منه مهما كان. ما تترددش، ابعت لنا واحنا ان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نوصل لكم ونساعدكم من اقصر الطرق. واتمنى اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.